السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ماتيس مدرب الهلال الأهلي، مدرب الأهلي وين يصف لاعبيه بالضعفاء، يعني وشاهدنا كيفاش كانت عنده مشاكل مع محرز وبعض اللاعبين، كان وين قال بأنهم ضعفاء، يعني وين يفتح النار على نجوم الأهلي بعد الخسارة أمام الهلال وصفهم بالضعفاء. وفتح الألماني ماتيس مدير الفني لنادي الأهلي النار على يعني نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد سقوط أمام الهلال في كلاسيكو المملكة الكبيرة. الأهلي سقط على ملعبه وسط جماهيره في جوهرة المشع بهدفين مقابل واحد أمام الهلال في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 من مسابقة الدور روشان السعودي للمحترفين. ماتيس اعترف في مؤتمر صحفي بعد الكلاسيكو يعني بضعف نجوم الأهلي بدنيا خاصة في الشوط الثاني، ما منح الهلال التفوق على مجريات اللعب تماما وقلب النتيجة عليهم. وقال المدرب الألماني الشاب: حذرت من مسألة التراجع البدني في منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، كل لاعب يجب أن يقدم كل ما لديه بدنيا. واعتبر ماتيس أن الخسارة أمام الهلال أمر طبيعي، قائلا: عندما يهدر لاعبين فرص عديدة لقتل النتيجة أمام منافس بمواصفات الزعيم، فمن الطبيعي أن تسقط في النهاية. وعلى الرغم من ذلك، أكد المدرب على أن أداء فريقه الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعني يتطور في الأسبوع إلى آخر، من أسبوع إلى آخر، مستشهد بتقديم كلاسيكو أمام الهلال أفضل من كلاسيكو الدوري الأول. الدوريات الأولى يعني في العالم، يعني في الكلاسيكو يعني بارتيا شابة، بارتيا يعني في المستوى، بارتيا كانت وشاهدنا كانت رايحة الماتش نيل. أنا كنت نتفرج، كنت ماتش نيل قاعد نشوف، كنت ماتش نيل مالغري الهلال اللي كان مسيطر، كان مسيطر يعني في العشر دقائق الأخيرة. يعني شاهدنا مالوكم يعني ويستعمل يعني الخبرة تاعه واستعمل كلش، يعني مستوى تاع اللعاب البرازيلي كيفاش خلوض يعني بمجهود فردي ويسجل الهدف أمام حارس السنغالي مانديل وأمام أنظار رياض محرز. هذه يا خويا بارتيا كانت شابة، مهم بارتيا كانت مليحة، المباراة كانت في المستوى يعني مشاهدنا وين يعني وين قلب عليه الطاولة في قمة مؤجلة من الدور روشان السعودي. هذه تشوف يعني وين قاتله نقطة تفصيل عن التتويج، وين بريمونتادا قاتلة يعني ضد الهلال ضد الأهلي. هذه ريمونتادا كانت قاتلة خويا، هذه يعني مباريات أنا وين محرز لعب قدم مستوى، لكن الشوط الثاني ما شو كيفاش ماشي محرز اللي نعرفوه، ماشي محرز هذاك اللي محرز تاع محرز اللي نعرفوه. لا ما قلي لقطة واحدة دارها الشابة طاك 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 بعد ما كان من بعد كل شنقلب، شاهدنا من بعد كل شنقلب. هذه هي يعني دار لقطة شابة بصح ما بعد باش من أولو بعد لم نلاحظ بعد دوزيام يطو محرز غاب دوزيام يطو شادر محرز غاب ليش ما كاش كاع وين ماتيس وين نضربهم كاع قالك ضعفاء، قالك خاصة الشوط الثاني اللعابة ما قالو صح بردو يعني عندهم ديك 30 دقيقة ولا 35 دقيقة وبعد صايك ما كان والو، كأن اللعابة عندهم ميطو واحدة برك. هذه هي خويا فرق دور روشان السعودي هذا الموسم
تسجيل الأهداف منذ يعني الدقيقة 85 حتى نهاية المباراة، إذ سجل الفريق المدرب البرتغالي 19 هدف في الأمطار الأخيرة من عمر المباراة، وين هيمنة الأزرق أمام قطب جدة. وللمرة الثانية في تاريخه يحقق الهلال الفوز ذهاب وإياب ضد كل من القطب، مدينة جدة، الاتحاد والأهلي في الموسم واحد بالدوري المحترفين السعودي بعد موسم 2018-2019. وكذلك استطاع النادي العاصمي الأول مرة تحقيق انتصار في 4 زيارات متتالية ضد قطبين جدة في المسابقة الدوري السعودي المحترفين روشان. كيفاش ناس سبحان الله، وين كانت كما يقول لك مباراة كانت قمة، مباراة يعني في المستوى خويا، رغم أن وين شاهدنا بقات نقطة يعني وين بقات نقطة نقطة بقات لهم نقطة برك نقطة ويدو التيتر هذا مكان. وسيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الحزم ضمن المباريات الجولة 31 من الدور روشان السعودي، وين يدخل الهلال مباراة متسبب يعني بتحقيق الفوز يعني بهدفين لهدف على الأهلي في المباراة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات يعني لحسم اللقب الدوري في يعني وين نقولوا نتكلموا قادم في الدور روشان السعودي ضد الحزم والقنوات الناقلة. نهار السبت يلعبوا الأونس السبت يلعبوا بصح والله لا خلاوهم دوزياميت أخويا لبدا قصرية لي ماتش تاعهم لي فازوا بيهم من 85 دقيقة لغاديك عندهم نافس. لا لا ماشي فالابا قلت لي مركاوه تاع البن تاع الاهلي ماشي ماشي فالابا وما فالابا كاع. وفتح الالماني ماتيس مدير الفني لنادي الاهلي النار على نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد سقوط، قال لك بلي ضعفاء. والله لا شعلة بيناتهم، شعلت بيناتهم يا خويا. والله شعلت بيناتهم، يا هو هذاك كيفاه. يعني وين الناس ولا هذه يا خويا، شوف ما هي سهلة كيما هكا، ماشي سهلة خويا والله ما سهلة. أو لعبوا أمام مازال ما خسرش كاع على بالك، عرفتش ما عرفتش على بحم المباراة ودير دو ماتش نيل ماشي خاسر كاع خويا، ماشي خاسر ما خسر شي كاع خويا، والله ما خسر. خسرش ما يخسرش ما يخسرش، يخسر قال علاش يخسر خويا. ايوا
مباريات قاعد تقمو قاعد تقمو في السعوديه صورتو مباراه ولا وكاين سته مهدين بالسقوط سته طيب الترتيب تاعهم والنقاط سته مهدين بالسقوط عباك والله سته مهدين بالسقوط ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد ونمشي ابوني ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله صحيتو.